انطلاقة موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 11 من القيادة العربية الأصيلة في انطلاقة جميلة وقوية. حسن علي المطيب القيس الجزيرة وإدواردو بيدروزا من الجهة الخارجية، الرقم 9 ياغو دي كايرو أبناء عبد الله محمد الشيخ الكواري وهاري بنتلي، خطوة بخطوة يلحق وردان الهاشم ومتعب الصعاق لحسن المطوي من الجهة الداخلية، محاولات للحاق من قبل الجد إن أو عاصي من الجهة الوسطى، ومبارك محمد الخيارين والمتربص أنس السيابي من الجهة الخارجية، ثنائية الشقف ريسينج مع يوف ومكينس بترتيب ونقطة جميلة في مرحلة الألف متر بشكل جميل وقوي. الصدارة لا تزال مع حسن علي المطوي الوصافة. مبارك محمد الخيارين والمتربص بشكل جميل وقوي من الجهة الخارجية، ياغو دي كايرو ابناء عبد الله محمد الشيخ الكواري وهاري بنتلي، نقطة 800 متر تبدأ تعطى الإعازات للمسافة الطويلة. نشاهد في الترتيب الرابع اي جي اس نجد مربط الجريان والكسندر زيرينكوف بشكل جميل وقوي، المنعطف ما قبل الاخير اتجاها الى المنعطف الاخير، وادواردو بيدروزا بشكل جميل وقوي، عفوا وردان الشام ومتعب الصعاق، ومن الجهه الخارجيه ياغو دي كايرو و400 متر الى خط النهايه، والقادم معيوف من الجهه الخارجيه ملك الشك بريسنج ورونان توماس، والاعازات تعطى من قبل جميع الجهات من وسط الجهات ياغو دي كايرو وثنائيه الشك بريسنج معيوف ومكينس، مكينس ومعيوف، مكينس ومعيوف، مكينس مع فالح بوغني ومعيوف مع رونان توماس، نعم رونان توماس ومعيوف للشقب ريسنج، الوصفة لمكينس وفالح بوغني، مبروك. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 5 مع يوف مكشيك برويتينغ والفارس رونان توماس والمدرب الباندي مول، مبروك بتوقيت وغدره دقيقتان و25 جزء من الثاني. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 12 مكينس مكشيك برويتينغ والفارس فالح بوغنين، في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 9 ياغو دي كايرو ملك سيد ابناء عبد الله محمد الشيخ الكواري والفارس هاري بنتلي، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 وردان الهاشم ملك حسن علي المطوي والفارس متعب الصعاق، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 2 الادعج ملك منصور بن مسفر عبد الشهواني الهاجري والفارس صالح سالم المري. الف مبروك لاصحاب المراكز المتقدمه وحظا اوفر للذين لم يحالفهم الحظ.